طيب لسه مكملين مع حضراتكم ونروح لموضوع اخر. امبارح كان في حملات كبيره جدا في المحافظات في اول ايام العيد للتصدي للبناء المخالف، كمان مراقبه الاسواق والتاكد من التزام المحلات بمواعيد الغلق المقرره. معانا دلوقتي على التليفون دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث باسم الوزاره عشان نتعرف منه على تفاصيل اول يوم العيد في المحافظات. صباح الخير على حضرتك يا فندم واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر، كل سنه وحضرتك طيب. اهلا استاذه جمانه، صباح الخير على حضرتك والاستاذ محمد وعلى اهلنا في كل المحافظات المصريه، وكل سنه وحضراتكم طيبين وبخير يا فندم. حضرتك طيب. حضرتك طيب. لو حضرتك تكلمنا يا فندم عن نسب التجاوب لتنفيذ خطه الاحتفالات في المحافظات في اول ايام عيد الفطر. يعني خليني اقول بالفعل مع حضرتك كده، لو جينا بصينا واستعرضنا امبارح وصباح اليوم مع الوزير اللي هو محمود شعراوي وزير التنميه المحليه، اتصل بعدد من السادة المحافظين العديد من الاتصالات فيما يتعلق بالتهنئة لحضراتهم وللشعب المصري ولزملائنا في وحدات الإدارة المحلية، والوقوف كمان على تطورات الأوضاع الخاصة بالمحافظات والتأكد من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال العيد، وخاصة فيما يتعلق بالقطاعات الخدمية والحيوية والتيسير على أهلنا المواطنين، فيما يتعلق بتوافر كافة السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق، خاصة المنتجات اللي بتطلب في الأعياد زي اللحوم والدواجن والأسماك، كذلك تكثيف الحملات الرقابية، وده ما حصل بالفعل مع الأجهزة التنفيذية ومديريات الصحة والطب البيطري والتموين، والتأكيد على ده خلال أيام العيد إن شاء الله، بحيث تكون هناك سيطرة على عملية تداول السلع الغذائية ومن جانب، والجانب الثاني التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. أما فيما يتعلق بالشق الثالث وهي الجولات الميدانية واللي حصلت بالفعل لمتابعة توافد أهلنا في المحافظات المصرية من مواطنين وأسر على الحدائق والمتنزهات العامة، كذلك الأمر فيما يتعلق بالشواطئ خلال عيد الفطر المبارك، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للعمل على راحة الأسر والمواطنين. الحاجة الرابعة المهمة جدا ضرورة التصدي بكل الحزم والحسم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبناء المخالف والمرور الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية على نطاق العمل بتاعهم خلال الأجازة. ويعني وبالفعل احنا رصدنا امبارح، يعني من الغريب في الامر انه كان هناك بناء للمخالف لبعض المقابر في احدى قرى دمياط، بناء بالمخالفه وتم ازاله المخالفه في المهد، كذلك الامر فيما يتعلق برضو البعض من السيارات الاجره بيحاول ان هو يجزأ الرحلات، وده حصل بالفعل مواجهته والتصدي ليه كل واتخاذ الاجراءات القانونيه تجاه المخالفين. الامر الخامس اللي على درجه عاليه جدا من الاهميه وبيمشي بالتوازي وهو تكثيف اعمال النظافه ورفع وازاله تراكمات المخلفات والقمامه على مدار الايام، بحيث ان احنا نحافظ على الشكل الجمالي والصحه بالنسبه للمواطنين في المدن والقرى والمراكز والاحياء. وبرضو رصدنا امبارح ازاله لاشغالات ومخالفات في العديد من الاحياء، يعني زي حي ثاني طنطا مثلا على سبيل المثال، وليس الحصر في الاليوبيه نفس الشيء، برضو في الدقهليه نفس الشيء، وازاله اي ظواهر سلبيه في الشوارع والميادين، وده لتحقيق للسيوله المروريه ولحركه اهلنا في المحافظات، والتأكيد على أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات في الوزارة رابطة مع غرف الأزمات والعمليات في المحافظات مع الغرفة المركزية برئاسة مجلس الوزراء، وكذلك التأكيد على أن الوزارة تتلقى أي شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على مبادرة صوتك مسموع من خلال رقم الخط الواتساب اللي هو 011-50-60-67-83، كذلك الخط الساخن 15-330، كذلك صفحتنا على الفيسبوك صوتك مسموع. ومع الوزير طالب القيادات المحليه بالاستجابه السريعه لشكاوى وبلاغات المواطنين خلال اجازه العيد، وده لاننا يعني الحد من اي ظواهر سلبيه ممكن تواجه الناس، والقيام بحملات مكثفه على المواقف والساحات بالمحافظات، وده للتاكد من التزام السائقين بتعريف الركوب على جميع خطوط سيارات الاجره، وده لمنع استغلال المواطنين من بعض السائقين
المخالفين. عظيم. والتأكيد كمان فيما يتعلق باستمرار المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة في المحافظات لبيع السلع الغذائية، وده هيستمر إن شاء الله، وده الجديد في الأمر حتى نهاية العام بإذن الله، واستمرار متابعتها وفقا لتكليفات القيادة السياسية، وده للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع والتزام التجار بالبيع بالأسعار المتفق عليها والتي تراعي المواطنين. وطالب معالي الوزير بإلغاء طبعا الأجازات والراحات خلال أيام العيد، وده لزملائنا بالإدارة الوحدات المحلية حتى نهاية أجازة عيد الفطر المبارك، للعمل على راحة وسلامة أهلنا في المحافظات المصرية ولتمكين المواطنين من أن هم يقضوا أجازة عيد سعيدة إن شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا. وحضرتك طيب وبخير. لافت للنظر في كلام حضرتك مسألة المخالفات، يعني الناس دايما بتستنى زي ما حضرتك قلت العيد عشان طبعا أجازة وكده، وبيتوقعوا أن مفيش حملات مكثفة، مفيش مرور، محدش هيتصل يعمل شكوى، ويبتدوا يبنوا مخالف، يتجاوزوا بقى على أرض زراعية، يبنوا أدوار زيادة بالمخالفة، وزي ما حضرتك قلت مقابر، فالناس بتحاول تتفنن قدر الإمكان في المراوغة، مقابر اللي يبني مثلا مسجد. خليني اقول لحضرتك يا استاذ محمد انه احنا عندنا حاجه اسمها وحدات للمتغيرات المكانيه مربوطه بالاقمار الصناعيه، فاي ظواهر بتحصل فيها متغيرات سواء بالبناء جديد او بتعليق بناء او اي حاجه دي بتظهر لنا، وبالتالي بيتم ابلاغ المحافظه المختصه، بتنزل على طول قطاع التفتيش والمتابعه، ويقوم مع قوات انفاذ القانون وبيقوموا منفذين ازاله الشكوى في المهد وازاله المخالفه في المهد وتغريم وتجريم. الازاله بتتم على حساب كمان المخالف وبيتم تحويله طبعا لاتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالف. طيب دكتور خالد، يعني سريعا جدا ممكن بس تطمنا على توافر السلع الغذائيه؟ هو بالفعل يا فندم زي ما يعني قلت في بدايه كلامي انه السلع الغذائيه متوافره، والساده المحافظين والنواب وسكرتير عموم ورؤساء المراكز والمدن الاحياء في جولات مستمره للتاكد من ده، وكذلك الامر البعض المخالفين بيتم على طول اتخاذ الاجراءات. الحقيقه مجهود كبير جدا يا فندم، يعني مجهود كبير جدا بتقوموا بيه الحقيقه، ويمكن زي ما تابعنا انه رصدتوا اول باول المخالفات اللي حصلت في اول ايام عيد الفطر. بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث باسم الوزاره.